ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. دون سابق إنذار خرجت عدد من المسيرات في مدينتي طنجة وفاس بعد منتصف الليل، تجوب الأحياء والشوارع في مشهد مثير للاستغراب، ويستمر خروج العشرات من الشبان والأطفال في غياب تام للسلطات ورجال الشرطة مع دخول 3 أيام حظر التجول ضمن قرار فرض حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد. ويهتف الشباب الذين خرجوا في مسيرات متفرقة بالتهليل والتكبير دون توقف منذ الساعة 1 من صباح اليوم الأحد. وكان سكان طنجة والمضيق نظموا مبادرة في الساعات الأخيرة من السبت تضرعوا فيها إلى الله من نوافذ وشرفات منازلهم لرفع الجائحة عن البلاد قبل أن تتحول هذه المبادرة إلى الشارع. من هذا المنبر نقول لهذوك الناس اللي خرجوا، نقول لهم اتقوا الله، هذه أول حاجة، اتقوا الله وإنكم ستسألون يوم القيامة. لا أنتم نشرتوا هذا الفيروس ولا ساهمتوا في النشر ديال هذا الفيروس، راه ستسألون وهيكون عندكم حساب عسير بإذن الله. والسلام. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.